حنروح لمحطتنا الثانية نرمين ومرحلة مفصلية مرقنا فيها ومرق فيها عدد من الطلاب ولكن حصدوا نتائجها بشكل كتير كبير مع نتائج البكالوريا بالأمس. هالمرحلة تعتبر بوابة الدخول إلى المجال اللي بيرغب فيه الطالب، بيستعد ليكون من خلاله مهنة المستقبل وطريق المستقبل والعمل المستقبلي. هي فاصلة تحول الحلم إلى تخصص جامعي وواقعي يتحقق. كيف ممكن نخلي هذا الحلم يترجم لواقع دون أن يتحول إلى ضغط من الأهل ووجهات نظر مختلفة بين الناس؟ شو الخطوات السليمة لاختيار الاختصاص المناسب؟ شو الخطوات السليمة لحتى نبدأ طريقنا، طريق مثل ما بيقولوا مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة، وهي الخطوة هي من الخطوات الأساسية. رح نتعرف على كل هالمعلومات مع ضيفتنا لليوم شزا البغدادي، مدربة تنمية بشرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور سعد، صباحك، صباح الإخبارية السورية، وأحلى صباح للسورية الحبيبة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يعني شذا، امبارح كنا عم نحكي بالمقدمة، كانت عاجقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتليفونات وهيك جمع وهيك بدي سجله، اخواته مسجلوا هيك، هو رح يلحقهم، رح خليه يسجل هيك، ما عندي هذا التخصص، رح خليه يسجل هيك. يمكن ما حدا عم يسأل هذا الطالب انت شو بدك او شو بتحب. قبل ما نفوت بالمعايير اللي لازم نحن يفكر فيها الطالب او حتى اهله بالتخصص الجامعي، خلينا نحكي شو هو التخصص. بالبداية هو التخصص هو عملية اختيار الطالب للمستقبل، هو خطوة مفصلية بحياته. عقد ما بيكون مركز من خلال اختيار التخصص، عقد ما بيكون ناجح بدراسته الأكاديمية، عقد ما بيكون ناجح بمستقبله. هي خطوة مرات بتكون منسية مثل ما قلتي من قبل الأهل، بيفرضوا على الطالب بعض آرائهم، بعض رغباتهم، فهي خطوة مفصلية لازم يكون واضع بصمته فيها ليقدر يمشي بسلم النجاح خطوة خطوة. طيب شزا، خلينا نحكي، يمكن قلت بداية فقرتنا لليوم هاي الخطوة هي أساسية وبتحدد محور مثل ما بيقولوا حياة الإنسان. اليوم الضغوط الاجتماعية فرضت للأسف على المجتمع بشكل عام اتجاه الأهل واتجاه بعض الناس للاختصاصات اللي مثل ما بيقولوا بس يتخرج رح يجيب من وراها مصاري، او هذا الاختصاص مجني اكثر، لا تفوت هذا الاختصاص ما رح تستفيد شيء منه وقت، شو بيخدمنا، شو سوق العمل الموجود. خلينا نحكي عن هي الفكره، وهل فعلا الاختصاص فقط اللي هو مطلوب بسوق العمل هو المهم، ولا انا اليوم اي اختصاص انا بحبه قادر اني اخلق لي فرصه للعمل فيه؟ صحيح، هو قبل ما الطالب يفوت باي مجال لازم يكون عنده رغبه فيه، فنحن بنحكي دائما عن الرغبه، لازم تكون رغبته قويه بالاختصاص اللي هو اللي لازم، هو اللي يختاره بقدراته، بمساعده الاهل طبعا، باشراف الاهل، ولكن رغبته هي الاساس. واحيانا الرغبه بتكون خداعه، يعني احيانا الطالب بيكون عنده ميول لمثلا يفوت كليه الهندسه وبالاصل هو ما عنده مهاره الرسم، فمرات بتكون الرغبة خداعة. ممكن الأهل إنه هن يساعدوه، ممكن يضعوا لمستهم بإشرافهم بتوجيههم، بدنا ما ننسى إنه نحن طالبنا بهي المرحلة هو بعمر المراهقة، فأكيد هو بحاجة لمساعدة الأهل، مساعدة الأشخاص اللي سبقوه بدخول المجال اللي هو رغبانه. فبنحكي أول شيء عن الرغبة، لازم تكون عنده رغبة قوية ليقدر ينجح بالاختصاص اللي هو عنده ميول لأنه يدخله. اثنين، نحن بنحكي عن قدرته، هل هو عنده قدرة بالمجال اللي هو اختاره؟ مثلا نحن كثير بنشوف في مجتمعاتنا العربية، أنا بدي ابني يكون بكلية الطب، خلينا نقول إنه هو جاب المعدل المسموح، فهل هو شخص قادر على إنه يكون طبيب ناجح؟ ما بيهمني إنه هو بس المجال اللي هو بيحبه أو المجال اللي هو انفتحت له الفرصة لأنه يفوته وأهله قبله ووضعه المادي ساعد، كل الأجواء كانت مناسبة، ولكن هل هو حينجح بالمستقبل بعد ما يأخذ الدراسة الأكاديمية؟ يعني أنا بلاقي أنه الطبيب لازم يكون إنسان غير عصبي، إنسان هادئ، فالشخص العصبي هو ما بيناسبه مهنة الطب. أو مثلا بنلاقي بعض الأشخاص هو شخص كتير كتير حنون وفات مجال المحاماة، فالمحامي اكيد ما لازم يكون عنده المشاعر الحسيه كثير قويه ليقدر ياخذ قراره الصحيح، فلازم يكون عنده رغبه، لازم يكون عنده قدره على انه يكون مناسب للمجال اللي هو مختاره. ثالث شيء، لازم يكون عنده الفرصه المتاحه، يعني انا ما فيني احكي عن طالب ممكن يفوت كليه الهندسه هو بالاصل هو محصل للمعدل المختار، يعني نحن معدلاتنا توضع بناء على دراسات عديده، يعني الطالب اللي هو فايت لكليه الطب هو يستحق انه يدرس كليه الطب وعنده قدره من خلال معلوماته السابقه انه يقدر يجاري هذا المستقبل.
او هي الدراسه الاكاديميه اللي بتكون نسبه المعلومات فيها عاليه، مثل مثلا طالب عنده ميول للمواد الادبيه يفوت كليه فرضا اقتصاد، فهو ما حينجح بالعمليات الحسابيه، فلازم يكون عندي فرصه متاحه ولازم يكون عندي رغبه قويه ولازم يكون عندي قدره من الطالب لانه يقدر يواكب الدراسه الاكاديميه اللي هو حيفوتها. يعني شو اذا نحن حكينا شو هي العوامل او الشروط اللي بتخليني انا اتخصص او يعني لوقتها اختار الفرع اللي بيناسبني، ولكن خلينا نركز على نقطه كثير مهمه وهن شريحه عن جد واسعه اليوم بالمجتمع من الطلاب اللي ما بتعرف شو بدها، كيف فينا هدول نساعدهم ليختاروا التخصص بعيدا عن ضغوط الاهل والمجتمع والجيران والخاله والعمه؟ شو لازم يسووا؟ هل لازم يا ترى يروحوا لعند مختصين؟ هل لازم هنن يبحثوا يعملوا سيرش ولا يقعدوا شوي يفكروا على مهلهم يشوفوا طلاب درسوا هذا المجال قبلهم؟ شو لازم يسووا بالضبط؟ تمام، هو الطالب اكثر انسان عنده معلومات عن نفسه، هو بيعرف بداخله هو شو بيحب، ميوله وين، وين عنده قدره بانه يواكب دراسته الاكاديميه لينجح فيها ولينجح بالمستقبل بعدين بسوق العمل. فاولا هو لازم يبحث، لازم يعرف الخيارات اللي هي موجودة أمامه. كثير من لاقي طلاب بيفوت الاختصاص اللي جاب المعدل الأعلى، يعني فرضا جاب اختصاص الهندسة فخلص هو مهندس، لا ممكن إنه يكون هو ناجح بمجال الاقتصاد مثلا، أو طالب مثلا جاب اختصاص الطب فخلص إنه أهله بيقولوا له فوت الاختصاص الأعلى اللي أنت حصلته أو إنه هذا الاختصاص له مستقبل، لا ممكن هو يكون ناجح بالصيدلة أو هو عنده رغبة إنه يكون صيدلاني ما يكون طبيب بشكل مباشر. فلازم هو يعرف بالأول ميوله وين، عدد من الاختصاصات يحط أمامه، يعني مو اختصاص واحد هو أعلى اختصاص، لا لازم يحط أمامه عدة اختصاصات له رغبة فيها وعنده فرصة متاحة لأنه يدخلها. ثاني شيء أكيد لازم يعمل سيرش، عندنا مواقع التواصل الاجتماعي هي فيها معلومات هائلة، ولازم يكون عنده جولات ميدانية. اليوم نحن جامعة دمشق مفتوحة أمام كل الطلاب السوريين، بإمكانه أنه ينزل على الجامعة على الكلية اللي هو مختارة يشوف طلاب السنة الأولى، يشوف الحواجز اللي هنا واجهوها بالسنة الأولى، هل هو إذا واجه نفس الحواجز قادر على تخطيها أو لح يكون في تراجع في نقاط سلبية بهي الخطوة. ثاني شيء هو يشوف طلاب الخريجين، يسألهم عن المواد، يعمل سيرش كامل عن الاختصاص اللي هو بده يفوته، عن الكلية اللي بده يفوتها، شو الاختصاصات الموجودة، الاختصاص اللي له رغبة فيه، شو هن المواد حتى، يعني أحيانا بنلاقي طالب وقف تخرجه على مادة، طب إذا أنا ما عندي قدرة أتخطى هي المادة ممكن هون يبلش يفكر شوي، يشوف الطلاب الخريجين، يشوف سوق العمل، كيف هو ممكن إنه يكون بالمستقبل. تمام، يعني أنا دائما أفضل إنه الإنسان يلي بيدرس اختصاص أكاديمي يشتغل فيه، لأن إحنا أحيانا بنلاقي إنه بيدرس مجال وبينجح أيضا بمجال تاني، إيه أوكي مهم إنه ينجح يشتغل بالمجال اللي هو بيحبه، بس بيتوج تعبه أكثر لما بيكون هو دارس اختصاص أكاديمي ومشتغل فيه أكثر، بيكون ناجح وفعال بمجتمعه ولوطنه أكثر. أيضا إحنا عنا دكاترتنا بجامعة دمشق هنا موجودين بكل الأوقات، ممكن إنه هو إذا كان عنده شيء مفصلي جدا يتواصل مع أي دكتور بالجامعة يسأله عنه، يسأله عن المواد، ممكن إنه هو يعرف معدلات الجامعة قديه، هل إذا أنا تخرجت أنا حيكون تخرجي فقط 50 أو 60%، ولا أنا قادر على تحصيل 80 و90 لأقدر كمل ماجستير لأقدر كمل دكتوراه؟ فلازم يكون في معلومات من مواقع التواصل، لازم يكون في جولات ميدانية يشوف الطلاب ويشوف الدكاترة أيضا. يعني شو إذا حكيتي عن الفكرة اللي سألتك عنها واللي هي أنه غالبا الأهل بيوجهوا الطلاب لاختصاص معين بغض النظر إذا هو كان بينجح فيه أو لا، خلينا نحكي كمان نرجع مرة تانية على دور الأهل والضغوط اللي ممكن يمارسوها بالاختصاص والاختيار. اليوم كيف ممكن نوجه لهم نصيحة لحتى يساعدوا أولادهم بهي المرحلة لحتى يتخطوها ويبنوا حياتهم بشكل صحيح ما يكون بناء على ضغط المجتمع أو ضغط فكرة رائجة؟ يعني صحيح، هن الأهل هن المحور الأساسي باختيار مستقبل الطالب، يعني هن بيعرفوا ميوله من هو صغير، هو بيحب التفاح أو بيحب الموز، هو قادر أكثر بالمواد العلمية أو بالمواد الأدبية، هل هو إذا فات كلية الاقتصاد أو فات كلية الآداب هو حيكون ناجح بالمجال العلمي أو بالمجال الأدبي، فهن المحور الأساسي لحتى يقدروا يساعدوا ابنهم. هلا نحن دائما بهي المرحلة بنقول يعني الأهل عندهم مهمة صعبة كثير، لأنه هن يعني ابنهم بيحبوه بدهم يختاروا أفضل مستقبل له وبدهم اياه يكون رغبان، يعني هن ما بيحبوا انهم يجبروه اكيد، ولكن بيكون احيانا في بعض الاخطاء بانهم يجبروا ابنهم يكون مثلهم، يعني مو شرط انا عندي انه الطبيب يكون ابنه طبيب او المهندس يكون ابنه مهندس، لو انه الاب شائق الطريق قبل ابنه ومهيئ له الفرص
فممكن الطالب يكون هو بميول اخر. نحن بنعرف اليوم سوريا هي بحاجه لكل الاختصاصات، نحن بفتره عمار بوطننا، فنحن بحاجه للموسيقيين، بحاجه للفنانين، بحاجه للاعلاميين، بحاجه للاطباء، بحاجه للمهندسين، بحاجه لدكاترتنا، فنحن بحاجه لكل الاختصاصات. كيف الاهل بدهم يساعدوا ابنهم؟ من خلال النقاش، خصوصا انه الطالب بهي الفتره هو بفتره المراهقه، فالاختيار حيكون صعب، اقناع الطالب حيكون صعب، واجباره حيكون مستحيل، فهن لازم يعرفوا الطريقه يلي ممكن انه يقدروا يوصلوا فيها لابنهم ليوصل هو من خلال النقاش، من خلال مساعدته، ممكن ياخذوه هن على الجامعه يختار الاختصاص اللي هو بحبه، ممكن يكون في يعني حوار ونقاش اكثر، يستفيد هو من خبرات اهله، من خبرات السابقه، لحتى يقدر يوصل للاختصاص المناسب له. كثير بنشوف نحن بجامعاتنا للأسف بعد السنة الأولى بلش يقلب اختصاصه لاختصاص ثاني، يعني نحن عالمياً عندنا 40% من طلاب الجامعة بعد السنة الأولى ببلشوا يقلبوا اختصاصهم، يدرسوا فرع ثاني اللي كانوا يحبوه، اللي كانوا يحبوه، يتركوا الفرع اللي أهله جبروه فيه. هلا 40% هي ما لها نسبة قليلة أبداً، يعني هي 2 من 5 من كل طلاب، من كل 5 طلاب أنا عندي طالبين عم يبدوا اختصاصهم، فنحن لحتى نتخطى هي العواقب والأشياء السلبية، ما يضيع الطالب عدد من سنوات حياته، يقدر ينجح أكثر. فنحن بنحاول انه نكون معه بفتره حوار ونقاش، هو افضل محور ممكن انه نتبعوه معه فتره الحوار والنقاش، ويورجوه بالبحث العملي، يعني انه هي الجامعه ممكن انت تكون رائج فيها، يرجع يطلع هو على معلوماته السابقه، على المواد اللي حصل فيها اكثر علامات، فمثلا حصل علامات بالرياضيات، علامات تامه توب، ممكن انه هو يبدع بالمجال العلمي، بالاقتصاد، بالعالم الرياضيات، فبده يكون بالاتفاق، يعني لا هو حيكون مرتاح من دون موافقه اهله، ولا اهله حيكونوا مرتاحين اذا ما كان عنده رغبه بالاختصاص، فالحوار هو سيد الموقف. يعني شذا اليوم قديش لازم نخلص بقى من فكره اهم اختصاص اليوم، قديش عن جد لازم بقى يكون عندنا حاله هيدا الوعي انه خلص سوق العمل بحاجه كل الاختصاصات، انه مو بس خلص البكالوريا، انه طب، صيدلة، هندسة، أكيد في أفرع تانية لو فيها يعني تستقطب يمكن أعداد كبيرة من الطلاب، ولكن عن جد نحن قادرين نتميز فيها وقادرين نكون متميزين حتى بالتخصص تبعنا، لأنه كلمة تخصص مو هي بس أنا اخترت الفرع اللي بدي إياه، يعني أنت متخصص لازم يكون عندك مهارات كتيرة، لازم نقاط كتير تضوي عليها، خلينا نحط اليوم بعقل الطلاب اللي عم يشوفونا. تمام، هو التخصص الأنجح والأفضل للطالب هو التخصص اللي هو بيختاره، يعني أنا ما فيني أقول إنه سوق العمل اليوم هو بحاجة لاختصاصيين بالمحاسبة فرضاً، أو بالمستقبل بعد 5 سنوات سوق العمل بحاجة لمحاسبين قانونيين، بحاجة لمدراء شركات، لا، أنا بحاجة لكل فرع. ممكن أحياناً الأهل يغلطوا إنه يوجهوا ابنهم للاختصاص اللي هو بحاجته بسوق العمل. أنا بقول دائماً للأهل وللطالب إنه الاختصاص الأفضل هو الاختصاص اللي الطالب بيرغبه، لو كان هو اختصاص مجهول لكن الطالب عنده رغبة فهو قادر على خلق 1000 فرصة ناجحة لأنه يقودها، أفضل ما أنه هو يدخل اختصاص وهو ما عنده رغبة فيه، وبالنهاية إذا تخرج بعد الشهادة الجامعية يتوجه للمجال اللي هو بيحبه وبيرغبه. مثل ما قلنا الاختصاص الأفضل هو الاختصاص اللي الطالب له رغبة فيه، اختصاص اللي معدل شهادته الثانوية بيسمح له لدخوله، الاختصاص اللي هو عنده قدرة بمواكبته، يعني أنا ما فيني أقول لطالب حساس جداً ومرهف بالإحساس إنه فوت مجال الحقوق ويطلع محامي وبعدين قاضي وياخذ قرارات خاطئة، يتبع إحساسه أكثر، فالنظام الحسي أو النظام الشعوري للطالب هو له علاقة كتير كبيرة. الاختصاص الأفضل هو الاختصاص اللي الطالب بيختاره، الاختصاص اللي بيكون مع موافقة الأهل، بده يجمع كل العناصر، بده يكون عنده شهادته الثانوية معدله سامح له، بده يكون عنده رغبة، بده يكون عنده قدرة على مواكبة سنوات الدراسة اللي هي عالم كبير من المعرفة وكم هائل من المعلومات بده يستقبله، فهو بده يكون عنده قدرة لمواكبة هاي المعلومات ورغبته ليتحول مجاله الأكاديمي لعالم سعادة له مو لعالم ملل. يعني أنا بدي إياه هو وعم يدرس يكون مرتاح نفسيا، عنده رغبة، عنده طاقة لأنه يدرس، ما يكون عنده عم يدرس بجهد أو عم يقاوم المعلومة وصولا فقط للشهادة، لا، أنا بدي إياه هو يدرس ليقدر يفوت المجال اللي بيحبه ليبدع ويخدم وطنه أكثر. يعني شذا كمان اليوم في بعض الطلاب يمكن ما حالفهم الحظ مثل ما بيقولوا بهي السنة، أو ممكن يكون لسه في عندهم دورة تكميلية بدهم يدخلوا عليها، خلينا نقول قد ايه مهم اليوم يكون لسه هذا الدافع موجود
نبتعد شوي عن التأنيب الزايد لأنه ممكن يعطي نتيجة سلبية. اليوم كيف ممكن أنا أرجع مرة تانية فوت بنفس الحماس بنفس الإصرار على عام جديد إذا بدي أرجع عيد هذا العام الدراسي، أو يكون عندي نفس هاي القوة لحتى أرجع أكمل بهاي الفترة التكميلية لأحصل على أفضل النتائج؟ صحيح، هو الطالب بده يتخيل أول شيء يضع أمامه فترة النجاح، يضع أمامه النتيجة، لأنه هو هلأ فايت على دورة تكميلية أو فايت على عام جديد، فهو بده يضع أمام عيونه الفترة القادمة مكللة بالنجاح. أكيد نحن حننسى الماضي، نجرب نبعد شوي عن الخطوات السلبية اللي كانت معنا بالماضي. لازم يتخيل فترة النجاح مكللة بالنجاح ليقدر يواكب أكثر. هون الأهل لازم يكون لهم دور كتير فعال، بعد كتير عن الكلمات السلبية اللي هي بتأثر بنفسية الطالب اللي هو أصلاً عم يعيد المواد أو عم يعيد السنة، فهو هون نفسيته بتكون شوي متأثرة، يعني خصوصاً بيشوف زوي فاتوا جامعة صاروا سنة أولى فكر إنه خلاص راحت عليه مثل ما بيقول، فهني بدهم يساندوهم. دور الأهل بيكون دور كتير كبير، دور أساتذته بيكون كبير، وأيضاً القدرة والمقاومة، فهي مو نهاية العالم، هي مو نهاية الكون، هي بداية جديدة. وطبعا كل الشكر انه نحن صار عنا دورة تكميلية، يعني صار عنا فرصة تانية ممكن الطلاب انه يدخلوها، فهي الفرصة بتتوج طبعا تعب كتير كبير، خصوصا انه فترة تكميلية بتكون قريبة من فترة الامتحان الاول، ما عاد عندي الطالب بحاجة لانه يعيد السنة كاملة ليوصل لمعلومات او لامتحان تاني، فهي الفترة هي عبارة عن فرصة جديدة لازم تتكلل بالأمل، يكون عنده أمل ليقدر إنه يخوض تجربة جديدة. يمكن الأمل والحافز يعني لكل طلابنا الفرصة بعدها موجودة، دائما نقول بكالوريا هي حربك، استفي عنا جولة التكميلية ليختار التخصص الصح. شزا البغدادي مدربة التنمية البشرية، شكرا لك ولكل الأطاء الحلوة اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم وشكرا للإخبارية السورية وإضاءاتكم الحلوة بالأوقات المناسبة لعدد من المواضيع. شكرا لكم وكل الشكر والحب لسوريا الحبيبه بالبدايه وبالنهايه. شكرا لك، شكرا لك، واكيد بنرجع بنقول التوفيق لكل طلابنا، واكيد مبروك لكل يلي